اللسان إذا أخذ المصح وحده. الرسول تلقاه ولم يكن كتابا يقرأه، بل تلقاه شفويا ولقنه لأصحابه وأمرهم أن يكتبوه. الذين يصبحون مصابيح منيرة مضيئة لهذه المنطقة. وأختم بقوله سبحانه وتعالى، بقول النبي صلى الله عليه وآله: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري وغيره. يا نشء أنت رجاؤنا وبك الصباح قد اقترب، خذ للحياة سلاحها وخذ الخطوب ولا تهب، واقلع جذور الخائنين فمنهم كل العطب. السلام أيد بمعجزات كثيرة، أعظمها وأبقاها معجزة القرآن الكريم والعلم والعمل. هذه الثلاثية تجعلها نصب عينيك. أما الحفظ فقد حفظته، ولكنه يحتاج منك إلى تعهد ورعاية، فإن القرآن يتفلت وهو أشد تفلتا من الإبل في عقالها. يثبت حفظهم وأن يرزقهم الفهم السديد لكتابه، وأن يعينهم على السير على نهج القرآن الكريم، وأن يجعلهم دعاة إليه. وأنصح أبنائي وبناتي بتلاوة القرآن الكريم آناء الليل وأطراف النهار. حفظت كتاب الله عز وجل في مدارس الجمعية، إذ اغتنمت شعبة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بمدينة خميس مليانة هذه المناسبة، مناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، لتقيم هذه الاحتفالية على شرف 26 حافظا وحافظة للقرآن الكريم ختموا كتاب الله سبحانه وتعالى في مدارس الجمعية. فإننا في هذه المناسبة نؤكد حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم من خلال الاقتداء به، ونؤكد مرة أخرى بأن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تقدم النموذج الأروع في المجتمع الجزائري من خلال احتضانها للبنين والبنات، للشباب جميعا، من أجل أن تنقذهم من ما هو حاصل في المجتمع. حفظت القرآن بالجد والاجتهاد والنية الخالصة لله، بالجد والاجتهاد لحفظ القرآن.